السلام الله عليكم أيها الطيبون والطيبات، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن، ودائما الجديد في هذه القناة. لكن أتمنى من كل من يتابع قناتنا ألا يبخل علينا بالضغط على جيم أسفل الفيديو، وأيضا التعليقات المحفزة التي أقرأها بعناية. أما لمن يشاهدنا لأول مرة فلا يبخل علينا بالاشتراك وأيضا تفعيل زر الجرس للتوصل بكل ما هو جديد. وحتى لا أطيل عليكم أترككم مع هذه الحلقة المليئة بالأحداث الحصرية، فتابعوها حتى النهاية. تداولت عدد من الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة عبر الانستغرام احتفال المغنية المغربية دنيا بطمة بعيد ميلاد والدتها ليلى الطاسي رفقة زوجها محمد الترك وباقي أفراد العائلة. وتقاسمت دنيا بطمة عبر خاصية أسطوري على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام أجواء الاحتفال بعيد ميلاد والدتها الذي نظمه المنتج البحريني محمد الترك بأحد مطاعم مدينة مراكش الحمراء. ويعد أبرز ما ميز هذا الاحتفال هو بكاء ليلى الطاسي وتأثرها بالمفاجأة التي أعدها لها سهرها رفقة بناتها دنيا وابتسام وإيمان، إضافة إلى صديق العائلة الفنان نصيف نبيل واليوتيوبر فؤاد قبيبو خطيب الشقيقة الكبرى للفنانة دنيا بطمة. وقد حرصت دنيا بطمة على شكر زوجها محمد الترك على المفاجأة التي أعدها لوالدتها بمناسبة ذكرى ميلادها، ووجهت له كلمة عبر ستوري جاء فيها: انت شكرا على السوربرايز. كما أنها لم تنسى معايدة والدتها قائلة: دموعك غالية حبيبتي، عيد ميلاد سعيد. يستعد الفنان المغربي زكريا الغفول لإصدار أحدث أعماله الغنائية التي اختار لها عنوان شوف الزمان، وذلك يوم عيد الفطر عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب. وشوق زكريا الغفول متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام لمتابعيه جديده الفني الذي تشاركه فيه الفنانة دنيا بوتازوت، وذلك من خلال نشر البوستر الخاص بالعمل الذي جمعهما مع بعض أرفقه بتعليق جاء فيه: حبابي، فيديو كليب جديد بعنوان شوف الزمان من بطولة الصديقة الغالية والنجمة دنيا بوتازوت من بعد عيد الفطر السعيد يوم السبت 15 مايو على قناة الرسمية على اليوتيوب، كونوا في الموعد وعواشركم مبروكة. بدورها بطلة سلسلة بنات العساس روجت لعملها الجديد رفقة الغفولي عبر حسابها على الانستغرام، وارفقت البوستر الدعائي لها بتعليق جاء فيه: اللي عنده شي حساب مع منافق غدار خايل عشرة إيطاقه، ترقبوا آخر إصدارات صديق زكريا الغفولي بعد العيد، أغنية تستحق، كونوا في الموعد. وينتظر أن تطل دنيا بوتازوت يوم عيد الفطر على متابعيها عبر الفيديو كليب الجديد لزكريا الغفولي الذي أشرف على إخراجه المخرج إدريس سبيل، وذلك مباشرة عقب تألقها من خلال مشاركتها في المسلسل الرمضاني بنت العساس للمخرج إدريس الروخ الذي حقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية خلال الموسم الرمضاني الحالي. أعلن مركز القيادة والتتبع لكوفيد 19 تقنين التنقل من وإلى مدينة فاس خلال الفترة من 11 إلى 16 مايو في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة كوفيد 19. وأفاد بلاغ للمركز أنه بمناسبة عطلة عيد الفطر والعطلة المدرسية وفي ظل الظرفية التي تعرفها بلادنا جراء جائحة كوفيد 19 وبالنظر لتمديد حالة الطوارئ الصحية على صعيد تراب المملكة إلى غاية 10 يونيو 2021، وفي إطار التقيد واحترام التدابير الاحترازية للتصدي لوباء كورونا المستجد، فقد تقرر تقنين التنقل من وإلى مدينة فاس بالنسبة للمواطنات والمواطنين، وذلك بالإدلاء بشهادة التنقل الاستثنائي مسلمة من طرف السلطات المحلية،
مرفوقة بشهادة التلقيح ضد كوفيد-19 يتم تحميلها من موقع لقاح كورونا بون إم أو نتيجة سلبية لعينة من تفاعل البوليميراز المتسلل PCR وذلك في الفترة الممتدة من 11 إلى 16 من مايو. وانبثق هذا الإجراء من توصيات مركز القيادة والتتبع لكوفيد-19 خلال الاجتماع المنعقد يومه الاثنين بمقر ولاية فاس، ودعت السلطات المحلية كافة المواطنات والمواطنين إلى الاستمرار في الالتزام بالقواعد الاحترازية في الانخراط بكل مسؤولية في احترام الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كوفيد-19. زوجة الفنان أحمد الفيشاوي تهاجم محمد رمضان وهذا هو السبب. هاجمت ندى الكامل زوجة الفنان المصري أحمد الفيشاوي الفنان محمد رمضان وطالبته بدفع الأموال لأحد مصممي الأزياء الذي اشتكى من عدم توصله بمستحقاته المالية جراء الخدمات التي قدمها لمحمد رمضان. واختارت ندى حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من أجل شن هجومها على رمضان قائلة: لم تدفع ثمن الملابس التي أخذتها وتركت مدير أعمالك لا يرد على الرجل لمدة سنتين، ولما جاء عنده عامله بطريقة مبتذلة، كان يجب أن تدفع أحسن من الفضيحة، ادفع ثمن 4 سديري وتلات بذلة. وتابعت كلامها: من فضلك يا نجمة البس في صمت وادفع ما عليك. ويشار أن تدوينة زوجة الفنان أحمد الفيشاوي قد جرى تداولها على نطاق واسع عبر عدد من الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير عبر تطبيق الإنستغرام. ويذكر أن هجوم ندى الكامل على الفنان محمد رمضان يأتي عقب تصريح المصمم أشرف فجلة خلال الساعات القليلة الماضية الذي أثار جدلا كبيرا واتهم من خلاله رمضان بعدم دفع مستحقاته المالية جراء تصميم لها 3 بذلة و5 صديري. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الموجز، شكرا على حسن المتابعة وإلى فيديو لاحق بإذن الله، إلى اللقاء.